السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم دائما في قناة شهوات أم نزار. نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم بسبوسة اللي فعلا كتستحق أنكم تجربوها، كتجي لذيذة وزوينة بزاف. غادي نبدأ إن شاء الله نقدم لكم المقادير. المقادير فيها بسيطة وكتجي من ألذ البنات ما يكون. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. غادي نعطيكم المقادير. عندنا كنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال التين ديال البرتقال معصر، عندنا كاس سكر سنيدة، كاس ديال الزيت المائدة، كاس ديال الكوك. دائما نعبرو بكاس ديال العنبة. عندنا هنايا جوج كيسان ديال العلبة ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة. انتما كي كتشوفوا اختاروا السميدة اللي تكون زوينة. عندنا هنايا قشرة ديال البرتقالة محكوكة، عندنا كاس ديال دانون بلو، تختاروا المذاق اللي تبغيو. عندنا هنايا جوج اكياس ديال سكر فانيلا، عندنا 3 د الاكياس ديال الخماره. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نطحنوا هاد المقادير كامله اللي غادي نوريكم دابا. غادي نطحنوها بسم الله. غادي نبدا بالبيض، نتمنى انكم تجربوها البنات، راه كتجي زوينه ولذيذه. بالنسبه لهذه البسبوسه الا كنتو تبغيو تاكلوها بالعشيه ضروري تصوبوها في الصباح. الا ما كانش عندكم مشكل صوبوها بالعشيه وتهلا بالثلاجه، يمكن لان كتبغي تدخل الثلاجه كتبغي تبقى واحد الوقت طويل الثلاجه. كناخدو البيض ديالنا كيف ما دائما كنطربوه، وخليكم معايا نمشي نكمل معاكم الطريقه. ها انتما البنات كتشوفوا من بعد ما طربت داك البيض ديالي كنزيد عليه سكر سنيدة، كنضيف عليه كاس ديال زيت المائدة، نضيف كذلك كاس ديال التين برتقال معصر، نضيف هاد كاس ديال دانون، حك ديال ياغورت. بالنسبه كيفما قلت لكم اختاروا اللي بغيتيو المذاق اللي بغيتيو. انا دايره هنايا فاني، لان الفاني هو اللي كيتواتى مع هاد البسبوسه ديالنا. غادي نضيفو قشور ديال التين، وغادي نرجع نكمل معاكم الطريقة، خليكم معايا. ها نتوما كتشوفو البنات هذا هو الخليط ديالنا. غادي نضيف عليه هاد الأكياس ديال الخمارة، كنطحنها معاهم أنا باش كتطحن مزيان، مكيبقاوش في هذاك الحبيبات، مكيبقاوش باينين في العجين ديالنا. كنخليو داك السميده والكوك هي اخر حاجه، ما كنطحنوهمش. كناخدو واحد الجبانه ديال كناخدوها وكنديرو فيها الخليط ديالنا صافي. غادي نطحنها ونكمل معاكم ان شاء الله. ودابا ها هو الخليط ديالنا وجد، هانتوما كي كتشوفوا صافي. غادي نكبو كيف ما قلت لكم واحد الشبانه باش نكملوا البسبوسه ديالنا.
نضيف عليها سميدة ونضيف الكوك ناخذ قلب ها انتما كي كتشوفوا اللي عندي ديال الزاج. بالنسبه للقلب اللي عندكم في الدار المول اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه، ولكن هذا القياس كيجي في هذا المول هذا كيجي زوين. صافي دابا غادي نخلطوها نديروها في الفرن على درجه الحراره 170. اللي عندها كيف ما كنقول لكم دائما اللي عندها فران عادي ديال الغاز كتشعلو كديرها من الفوق كطيب حتى كيتحمروا الجوانب ديالها، من بعد كتهبطها لتحت. وغادي نكملها دابا ونمر معكم ان شاء الله نوريكم السيرو باش غادي نسقيوها. هذاك هو السر ديال هاد البسبوسه هادي. صافي دابا غادي ها نتوما كتشوفوا صافي كملات. خليكم معايا شوفوها غنديرها في المول ها نتوما كتشوفوا طلقات مزيان. كنحاولوا نزيدو نطلقوها باش ما كنخليوش فيها داك الكويرات. كيف ما قلت لكم من الاحسن ما تطحنوهاش باش كيبقى داك الكوك باين. صافي هانتوما دابا غادي ندخلوها للفرن كيف ما قلت لكم، ونرجع نوريكم نقدم لكم الطريقه ديال السيرو باش غادي نسقيوها ملي نخرجوها من الفرن. خليكم معايا نقدم معكم هاد السيرو اللي قلت لكم باش غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. من بعد ما كتخرج من الفران كتكون سخونه كنسقيوها بهاد السيرو هذا. غادي نبداو عندنا كاس اونص ديال التين معصر، هاد نص كاس ديال التين كنزيد كنضيفو عليه ماء الزهر. ان شاء الله الله يخلينا على خير الى عشنا وطولنا ربي العمر. غادي نقدم معكم ندير لكم واحد الفيديو خاص ديال الزهر. هانتوما كتشوفوا هاد الزهر راه تنقطرو على يدي في الدار. ندير لكم ان شاء الله حلقه خاصه ديالو، راه ساهل وكنبغيو ان يكون متواجد دائما عندنا في البيت. هانتوما كتشوفوا كملت به داك نص كاس. الا ما عندكمش الزهره البنات يمكن لكم تضيفوا تكملوه بالتين، يعني ديروا جوج كيسان ديال التين معصر. دابا غادي نضيفوا كاس لارك ديال السكر سنيده وغادي نردوه فوق العافيه. غادي نخليوه حتى يغلي لمده ديال واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق باش نكبوه على داك البسبوسه ديالنا. كتجي واحد الريحه فيه زوينه بزاف البنات. دابا غنخليوه. بالنسبه للتزيين كناخذوا الكوك كناخذوا واحد 3 المعالق ديال الكوك كنديروهم في واحد المقله كنبقاو على نار مهيله كنحمروا هذا الكوك. هانتوما كي كتشوفوا شوفوا اللون ديالو كي كيجي زوين، وحتى في المذاق تيعطي واحد لوغو مغاير. كيعجبنيش الكوك كيبقى خضر. كناخذوا البسبوسه ديالنا وكندهنوا لها الوجه ديالها اللي بغيتو اما بالعسل اما بالكونفيتور اللي عندكم، وكنزينوها بالكوك. هانتوما كي كتشوفوا وان شاء الله غادي تبقاو معايا حتى نوريكم طريقه ديال التقديم ديال هاد البسبوسه اللي كتجي زوينه بزاف. بالصحه والراحه. الى عجبتكم قناتي البنات ديروا لي لايك، بارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم باش تكبر وتنجح ان شاء الله. هاد القناه كيف ما كنقول لكم درتها ليكم وغتكبر بكم ان شاء الله. بعد ما خرجت البسبوسه ديالنا
ما كنبغيش نقطع معاكم المراحل البنات، كناخذوا واحد القطيب هكا كنحاولوا نثقبوها، كنديروا فيها واحد ثقب صغيره كما كتشوفوا صافي. غادي نسقيوها وندخلوها كيف ما قلت لكم الثلاجه، نخليوها حتى تبرد مزيان وعاد كنقدموها. هانتوما كتشوفوا هاد السيرو هذا راه ماشي بزاف البنات، ولكن هي راه كتشرب لان السميده كيما كتعرفوا كتشرب، الكوب كيشرب، كتجي عاليه وزوينه. راه كتدخل داك السيرو كامل كتدخلو، ما تخافوش منها راه ما كتجيش فازقه، بالعكس كتجي هشيشه بزاف. صافي كنكملو هكا كنسقيوها كنخليوها حتى كتشرب، من بعد كنديروها في الثلاجه كيف ما قلت لكم مده ديال 5 ديال السوايع حتى 4 السوايع. كندهنوها بالكونفيتور ولا بالعسل كما قلت لكم، كنديروا عليها الكوك. غادي نوريكم ان شاء الله الصوره التاليه ديال هذا الكيك. مع السلامه وبالصحه والراحه.